عيد الأم بأمريكا كل 10 ماي أو ماي 10 هو Mother's Day بUSA. اوكي انا جاهزه، يلا ناطرتك. اوكي انا كمان. طرق التواصل صارت كتير بتختلف بزمن الكورونا، ما بقى فينا نحكي مع بعض فيس تو فيس، صار في عنا كتير من الابليكيشن. اول مره بصراحه بعمل انترفيو عبر زوم، اليوم كان عندي لقاء كتير حلو كتير مهضوم مع لميا توفيق اللي بتقدم فقره صديق اليوم على منصه عيش الان. لميا من الاشخاص اللي بتحبوهم، بيدخلوا على القلب من اول ما يعني تحكوا معهم. يمكن ما بعرفها أو ما يعني يمكن أنا ما بعرفها شخصياً، ولكن فعلاً هي إنسانة كتير طيبة كتير مهضومة، بتدخل القلب فوراً من أول ما تتعرفوا عليها. فبدي أقول لك لميا thank you لأنه اليوم كان عندي لقاء معك، thank you لأنك دخلت البهجة عن جد والفرحة على قلبي بهضامتك، وبتمنى لك كل التوفيق بحياتك العملية والشخصية. كم يوم كان عيد عبد الرحمن ابني وصار عمره 3 سنين. عبودي بحب الديناصور كتير، لهالسبب وصيناه له على كيك عليه ديناصور. كان كل همه نحن وعم نغني له هابي بيرثداي انه ياخد الديناصور اللي على الكيك اكثر من انه ياكل الكيك، مع انه كتير بحب الكوكيز وبحب الحلو وبحب الاشياء طبعا مثل كل الاولاد الشوكليت وغيره، بس كان همه أكتر شيء إنه يحصل على الديناصور.
يلا بلو ذا كاندل. أعياد الميلاد ما قبل كورونا صارت بتختلف عن ما بعد كورونا. صارت الجمعة بالبيت بتقتصر على أفراد العيلة الوحدة، بعد ما كنا نعزم أصحابنا حبايبنا عيالنا وأقاربنا، اليوم صرنا بس بنحتفل مع أفراد العيلة أو أفراد البيت الواحد بعيد الميلاد. الهدية قبل كنا نروح على المحل ننقيها، ننقي ورق الكادو نغلفها، اليوم صرنا عم نشتري الهدية أونلاين. اليوم على الإفطار حابة أعمل اسكالوب دجاج، وبما أنه يعني غير متوفر الاسكالوب الخالص لحتى واحد يقليه، أنا بعمل الخلطة كمان. كل اللي بدي أعمله أنه رح قطعت طبعاً صدر الدجاج وشلت منه الدهن، وهلأ بدي أفرجيكم كيف بحضر الاسكالوب لحتى قبل الإفطار بنقليهم مع بطاطا وبيطلعوا كتير طيبين، كرانشي كتير طيبين. اللي بحتاجه لحتى أعمل الاسكالوب هو طحين وبيض، بضيف للبيض بهارات اسكالوب دجاج وبريد كرامبس مع شوية، بيكون فيه شوية ثوم شوية نعناع يابس بودرة، ورح أفرجيكم هلأ كيف بعملهم. سو اللي بعوزه لحتى أحضر الاسكالوب على دجاج شوية طحين يعني، وبحط بيضتين حسب الكمية اللي واحد بده يحضرها. إذا بيضتين وبضيف لهم للبيضتين بهارات اسكالوب الدجاج، وأخيرا بغطسهم بالبريد كرامبس اللي بيكون فيه كمان غير هيك الخبز المنشف، بيكون فيه كمان بودرة الثوم والكزبرة الناشفة. فخلينا نبدأ هلأ نحضر الدجاج ونعمله مثل الاسكالوب. جاهز ما بده إلا قليه، رح حطه شوي بالبراد وقبل الإفطار بنص ساعة أو بربع ساعة بقليه، وصحتين سلف.